بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. مستقبل الوطن في هذه الحلقة يناقش تحرير المؤتمر الشعبي العام من هيمنة صالح وإحالته إلى المحاسبة، فما أهمية التغييرات التي أجرتها قيادات رفيعة في المؤتمر الشعبي العام في رئاسة المؤتمر، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تحرير القرار السياسي وفك ارتباط الحزب بجماعة الحوثي، وهل يمكن أن يحد ذلك من جرجرة صالح قيادات مؤتمرية خلفه نحو الهاوية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الخطوة في صنع حراك مؤتمري في الداخل اليمني؟ هذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو، الشيخ المناضل عبد الواحد الدعام الشلالي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، قائد المقاومة الشعبية للمناطق الوسطى، وأحد الذين حضروا الاجتماع واتخذوا القرار. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الواحد. حياكم الله وسلمكم. أهلا وسهلا، سعيدين بأنك تكون معنا مرات عديدة على قناة سهيل. أهلا وسهلا، ولو كانت قناة سهيل في زمان يعني كان بيننا تفاوت هكذا احنا وياهم، يعني بسبب أننا مؤتمرين، وكانت سهيل فعلا مع الإخوان الإصلاح واليوم قناة سهيل أصبحت محبوبة لدي وأصبحت محبوبة لدى الشعب اليمني بكامله، لأن ما فيش فرق بين مؤتمري وصلاحي واشتراكي ومناصري. أنا قد سمعت بيان الناصري، هذا هو بيان المضواحي حوثي. ليس وقتنا الآن، طبعا أصبح الوطن يجمعنا، تحية لك. أصبح الوطن يجمعنا فعلا. شيخ عبد الواحد، الاجتماع الذي كان يوم أمس تقريبا، وخرجت قرابة تقريبا 30 شخصية من قيادات المؤتمر الشعبي العام، والصفوف الأولى للحزب اتخذت قرارات تاريخية البعض يصفها، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الاجتماع، البعض يرى أن الاجتماع نفسه تأخر كثيرا، لماذا تأخر؟ تأخر لأنه الحقيقة هو كان من المفروض عندما سمعوا أول وهلة من أول وهلة أن علي عبد الله صالح هذا أيد الحوثي أو ضم إلى الحوثي أو اتفق مع الحوثي بمشاكل في في في, في اليمن، كان من المفروض أنهم ينسفوه ويخلعوا من قيادة الحزب، لأنه ظهرت خيانته وظهرت هو علي عبد الله صالح أراد أن يقضي أغراض خصومه في 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 الحوثيين، ما هوش عارف انه بيصل لهذا الدرجه، وقال هو يرقص على رؤوس الثعابين، وبعدين اخيرا يرقص على رؤوس اللزق، ما عادوش ثعابين. ف طيب يعني هو كان من المفروض كان هناك تحديات امام الحزب، امام يعني اجتماع تفرق القيادات، هناك مجموعه في القاهره لديهم اراء، هناك مجموعه ايضا في الرياض، هناك مجموعه في الداخل، هذا ايضا جعل في صعوبه في المشهد في اتخاذ مثل هذه القرارات. يا اخي، من كان يمني يعني من ابناء الجمهوريه اليمنيه، يعني من ابناء سبتمبر واكتوبر، هو ضد الحوثي وضد مبادئ الحوثي ومن تعاون مع الحوثي، هذا ليس يمني، لانهم رحبوا بالتمدد الفارسي الى اليمن. وهل بالله عليك ان الرجل يعني من المؤتمر يرحب بالاستعمار الفارسي في اليمن؟ عدو تذكر انه جاي يستعمر اليمن بعد فترة كبيرة، او يمد يده لفلوس ايران، لان ايران ما بتاخذ الا حق الخمس، الشعب الايراني نفسه شعب فقير، هم بلا ياخذوا حق الخمس ويعطوا لهذول مثل العودي، مثل حسن نصر الله، مثل غيرهم. طيب شيخ، هذول الشيعة. شيخ عبد الواحد، 30 شخصية من قيادة المؤتمر الشعبي العام اجتمعت واتخذت قرارات وأصدرت بيان، تعتقد أن 30 شخصية كافية أو قادرة على أن تتخذ قرار بتغيير رئيس حزب ربما حكم الحزب أو قاد أو رأس الحزب ل 33 سنة، رغم أنه اللجنة الدائمة يفوق أعدادها ربما 500 شخص؟ أخي علي عبد الله صالح ما عاد شيء بيظهر ويتكلم مثل ما تكلم أمس، أو يقول هو عندنا مثل في اليمن قال: من تغدى بالكذب ما تعشى به. الكذب لما تكذب مرة واحدة على الشعب ولا على مواطن يقول هذا هو الزن كذاب، خليهم على شعب بكامله. فهذا علي عبد الله صالح كما قال انه بيرقص على رؤوس الثعابين، هو فضح نفسه في هذا، وفعلا لو هو انسان
أنا كنت أنصحه، قلت له هذا ولاهم بيجروك إلى الهلاك إلى الهاوية، ما استمعش نصائحي، لأنه قلت لهم سيسحبوك، سحبوا هادي عيسى وراء سيارة، هذولاهم حاقدين على ثورة 26 سبتمبر وعلى 14 أكتوبر، هؤلاء عندهم فكرة أن ما يحكموا اليمن إلا هم، وهم دخلاء في اليمن، ليس هم من أبناء اليمن طبعا. يعني وأما الكافي، أنا لو العدد الكافي، أيوة العدد الكافي، لو أطلب أبناء الشعب اليمني كلهم المؤتمرين يوقعوا بالغاء علي عبد الله صالح، لأنهم موقعين بالكامل كلهم، كلهم الشعب اليمني بكامله. والذين خرجوا يحتفلوا يوم أمس بخطاب علي عبد الله صالح في صنعاء وغيرها هذا لهم المرتزقة، هؤلاء المرتزقة الذي بيحصلوا على قليل من الفلوس من الستين المليار المخبأة الذي كانت مع علي عبد الله صالح، يوزع لهم الفلوس ومن الحوثي من فلوس إيران. بنفس الطريقة تخاطب علي عبد الله صالح مع المؤتمرين الموجودين في الرياض وفي 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 القاهرة، قال هؤلاء يبحثون عن فلوس من الرياض ومن غيرها. لا احنا قاومناهم، ولا هو فعلا هو ما كانش راضي بداية، يعني في الحوثي هو زيدوا عليها الحوثيين وقالوا احنا بنطلع احمد ولدك رئيسا للجمهورية، وهو عملها عمل يعني أول خلاهم يقضوا غراض خصومه، وبعدين على أنهم بيطلعوا ولده ما عرف إلا في البيان الدستوري، بعد البيان الدستوري أيش كذبوا عليه، قالوا لا أحمد ولدك بيكون المرشد العام السياسي، وعبد الملك الحوثي المرشد العام يعني في الديني، الديني في المذهب يكون زي من الخميني، ما قيمة المرشد السياسي أمام المرشد الديني. طيب اسمح لنا هنا شيخ أن نرحب بعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الناشط السياسي فهد بن طالب الشرفي. أهلا أستاذ فهد، مرحبا بك. نتحدث نحن والشيخ عبد الواحد الدعام المناضل في موضوع القرار الذي تم اتخاذه من قبل القيادات في الصف الأول للمؤتمر الشعبي العام هنا في الرياض، والذي أقر إقالة علي عبد الله صالح من رئاسة الحزب وإحالته إلى المحاسبة. تعليقك ابتداء على الاجتماع، وأنت ربما واحد من الذين حضروا هذا الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك وعلى اللواء عبد الواحد الدعام. أهلا وسهلا. أحد أبرز الشخصيات المؤتمرية الوفية التي دفعت الثمن في مواجهة مشروع إيران في اليمن. أعتقد أن الاجتماع كان حصيلة لمشاورات ولقاءات عديدة وجهود حديثة خلال الستة الأشهر الماضية، وهو أيضا بني على ما قبل الستة الأشهر قبل أيضا سقوط صنعاء. كان هناك صراع داخل المؤتمر بين جناح وطنيا يريد لليمن الخير ولا يحبذ أبدا السير في اتجاه النفق المظلم الذي سارت فيه أو أدخلت الناس فيه الحركة الحوثية وخلفائها ومن وراءهم أيضا إيران والمؤامرة الدولية على اليمن. أنا لم أحضر هذا الاجتماع، الاجتماع ربما من حضروا بشكل طارئ لإعلان هذا القرار، لكن هذا القرار متداول وهو قرار مرضي عنه من كل قيادات المؤتمر في الخارج والداخل. لأننا خلال الستة الأشهر عمل كل قيادات المؤتمر، حاولوا أن يتموا صالح عن قراره، وحاولوا وقدموا من أجل ذلك تضحيات حتى لمزوهم الناس بالخيانة، وأصبح الناس يتهمون بالتهم بأنهم خرجوا كاذبون وبأنهم ليسوا مع المشروع الوطني وبأنهم ليسوا إلى أي مع الحزب العربي. إلى أي مدى هذا القرار أو الخطوة تتوافق ربما مع اللائحة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام كحزب، أو مع يعني مع كل أولا هذا القرار يتوافق مع الدستور، يتوافق مع الدستور اليمني الذي يحرم على كل ويجرم على كل الأحزاب السياسية أن تنشأ أي علاقات تحالف أو تواطؤ أو شراكة مع أي ميليشيا مسلحة. لذلك هذا القرار يستند إلى الدستور اليمني وإلى القوانين الدولية. لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نسمح في المؤتمر الشعبي العام بأن يحول صالح حزبنا إلى مطية بيد الحوثيين. الحوثيين كجماعة مسلحة أرادت ابتلاع المؤتمر، وصالح سهل لهم هذا، ولذلك يجب الوقوف أمام هذه المؤامرة على الحزب، وهي أيضا مؤامرة على الوطن، وهي محاولة لتصفية الأحزاب السياسية
والإبقاء فقط على ميليشيات مسلحة. الوطن بحاجة إلى شركاء سياسيين ولسنا بحاجة إلى حركات عنف مسلحة. ابقى معي مشكورا فهد، سأعود إليك. بما يتعلق شيخ عبد الواحد بالشخصيات التي حضرت، كان لافتا عدم حضور الدكتور عبد الكريم الإرياني، الأستاذ اللواء رشاد العليمي، شخصيات كبيرة كانت ربما مؤيدة أو رافضة لتصرفات صالح لكنها لم تحضر الاجتماع. يعني فعلا أنه لا، يعني هم في القاهرة ولكن قد اجتمعنا نحن يوم المرة الأولى ومؤيدين، يعني أن تخلي علي، مش تخلي علي عبد الله صالح نصفه من المؤتمر بأكمله، لأنه كان من المفروض في نفس اللحظة أو نفس عندما أعضاء المؤتمر سمعوا أن علي عبد الله صالح هذا يتآمر مع الحوثي أنه من المفروض يقولوا هذه خيانة وطنية، لأنه ما ينطبقش يعني مبدأ المؤتمر الذي هو من روح الإسلام الحنيف، وجلسنا ندرس الميثاق وبعدين ينطبق معاه بالله عليك مع المذهب الاثنى عشري وولاية الفقيه ومع التمدد الإيراني الفارسي الذي وصلنا إلى اليمن. بالمقابل هو يا شيخ يعتبر الذين خرجوا وأيدوا ما يسميه هو طبعا بالعدوان أنهم خونة وأنهم مرتزقة إلى غير ذلك من الأوصاف اللي كررها يوم أمس في مقابلته عشرات المرات. أخي الخائن هو الخائن، الخائن هو دي علي عبد الله صالح خان الشعب اليمني من يومه. أنا فعلا عندما أتوا إلي قادة اللواء 55 وقالوا إحنا نصدقك القول أن علي عبد الله صالح يقول اطلع إلى عنده، وجابوا طائرة هليكوبتر اطلع إلى عنده لأنه اتفق مع الحوثي يعمل انقلاب، يقوم بانقلاب ضد عبد ربه هو الحوثي. قلت لهم مش معقول يا رجال، هذا ما يدخلش في العقل أن المؤتمر ورئيس المؤتمر بيتفق مع الحوثي المجوسي الرافضي الذي سمح للتمدد الإيراني عميل إيران إلى داخل اليمن. الشعب اليمني ما هوش مغفل، قلنا هذا لا يمكن، وبذلوا لنا مبالغ من الفلوس ورفضتها أنا رفضا كاملا، وكنت أشتي أقول له يعني راجع حساباتك وما رضيش أن يزيد يتكلم إلا بعدين عندما أنا غادرت الرضمة ومكن واحد في التحويلة يقول تأسف لعبد الواحد، وقول له إحنا للشيخ عبد الواحد يقول له إحنا متأسفين لما حدث. قلنا ما هوش الحوثي الذي دمر، إحنا بنتحارب مع الحوثي سنتين في الرضمة، ما إحنا كنا منتظرين عليه، لكن لما أتانا الحرس الجمهوري فعلا بالدبابات والكاتيوشات والمدافع يعني غلبونا، ما عندنا اسلحه ما تقاوم هذا الاسلحه. هذه اسلحه جيش بلا شك. أيوة. طيب استاذ فهد، يعني من الملاحظ ايضا ان هناك مجموعه اخرى من قياده المؤتمر الشعبي العام في القاهره، الى الان هذه المجموعه البعض يرى ان موقفها غامض والبعض يرى انها ما زالت الى الان متحالفه مع علي عبد الله صالح. ما موقف مثل هذه المجموعة خصوصا أنها مجموعة من القيادات من هذا البيان الذي أصدر وأرسى أو أسلم القيادة لبن دغر، يعني الدكتور أحمد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام؟ ألو، أي معك، سمعت سؤالي يا فهد؟ لو سمحت عند السؤال. كنت سألتك على مجموعتين من المؤتمر الشعبي العام، مجموعة الرياض التي اتخذت القرار وتوجهت هذا التوجه، لكن هناك مجموعة من القيادات موجودة في داخل في 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 القاهرة، هناك أيضا غموض في موقفها، البعض من يرى أنها تؤيد مثل هذا القرار أو جزء منها، والبعض من يرى أنها ما زالت مع علي عبد الله صالح قلبا وقالبا، كيف تنظر إلى المجموعة هذه؟ أخي العزيز، الإجراء الذي تم هو إجراء قانوني، والاجتماع هو اجتماع لمحاولة انفشال المؤتمر، وأعتقد أن القيادات التي في الداخل والتي في الخارج في العموم وفي الغالب مع هذا القرار، حتى وإن كان هناك بعض الاختلاف في وجهات نظر معينة، لكن ليس هناك منهم من يرى بدء التحالف أو التواطؤ أو بدء المؤتمر مطية أو آلة بيد الحوثيين، يعني هذا الشيء نحن مجمعين عليه في الداخل وفي الخارج. ليس هناك أحد. لكن الذين اسمح لي يا أخي، أنت دائما لا لا فقط يعني أنا سامح لك، وأنا أسمح لك أن تسمح لضيوفك بأن يستكملوا. عفوا يا فهد،
طيب أنا سامح لك سامح لك بس أنا أستفسر، ليس هناك أحد من الذين في داخل القاهرة يرفض مثل هذا الأمر؟ ليس هناك أحدا، إلا إذا كان هناك أي موقف لديكم معلنة فأعتقد أنه أي شخص نحترم موقفه من قيادات المؤتمر، لكن الذين تحالفوا وتواطؤوا مع الحوثيين أصبحوا في نظرنا هم حوثيين، وهم ضمن الجماعة الحوثية المسلحة وارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني، وهم في مواجهة مع الشرعية ومواجهة مع البلد ومواجهة مع الوطن. اليوم علي عبد الله صالح يستقوي يا أخي بالجماعات المسلحة، يستقوي بالحوثيين، لولا أنه يستقوي بالحوثيين لرأيت مواقفا. ثم نحن يا أخي خلفنا أحمد عبيد بن بغر وهو نائب رئيس المؤتمر ووفق اللائحة التنظيمية من حقه أن ينتظر. وقت رئيس صالح في مقابلتي أمس قال أنه ليس لديه مانع أن يغادر، ويعلم أنه قد استنفذ كل أوراده وبأنه أصبح شخصا غير مرغوبا بعد أن ارتمى بأحضان الحركة الهودية. أمس يبحث عن يدغدغ مشاعر الإمارات، يحاول أن يوجد صراع بين قيادات التحالف العربي وبين الدول المنضوية في التحالف، يبحث عن مثل هذه القضايا. إكباس كبير جدا، لا يمكن أن نسمح لبقاء مثل هذا الخطاب يسيطر على المؤتمر الشعبي العام. نحن ننتظر ونسعى لأن يكون المؤتمر الشعبي العام جنبا إلى جنب مع كل القوى الوطنية لمواجهة مشروع إيران. متى ما استطعنا كسر هذا المشروع بتعاون إخوتنا العرب، ونحن في وسط المعركة وفي أثناء حرب شاملة بيننا وبين عملاء إيران في اليمن، متى ما استطعنا كسر هذه الجماعة المتطرفة التي تختطف اليمن كله والدولة اليمنية فما بالك بالمؤتمر. اليوم المؤتمر مختطف، وأي قيادي مؤتمري في الداخل يحاول أن يعلن موقفه الرافض للتعارف مع الحوثيين سيكون مصيره اللواء الدعام أو عثمان قلي أو بن عزيز أو فهد الشرفي أو تام الغباري أو أي قيادي مؤتمر الآن موجود في المنطقة والموجودين في الداخل اليوم مسلطة عليهم العصر الغليظة عرفها علي عبد الله صالح. وقد كان الكلام واضحا، هناك ترافضات كبيرة بين صالح يريد بالأمس أن يمثل الدورين، أن يمثل دوره كحوثي وأن يمثل دوره أيضا كأحد أدوات إيران في المنطقة في مهاجمته وإثارته الورقة الصائدية وحديثه عن الوهابية، وكل هذه الأشياء لا يمكن أن نرتويها نحن في المؤتمر. ليس بيننا أي عداوة نحن وأخوتنا في المملكة العربية السعودية، وليس بيننا أي عداوة نحن والمذهب السني ولا المذهب الوهابي، كلنا إخوة. وعلي عبد الله صالح يريد أن يلعب على هذه الأوراق فأردنا أن نوقفه عند حده في هذا الظرف الصعب. ستبقى معي فهد وستقول أيضا كثير مما تريد أن تقوله، فقط نأخذ ونعطي ونتوزع الأدوار. اسمح لي هنا أشرك معي الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عارف أبو حاتم. أهلا وسهلا بك سيد عارف، ونحن نتحدث اليوم عن قرار المؤتمر الشعبي العام أو المجموعة الذين اتخذوا قرار بعزل صالح من المؤتمر وتعيين وتنصيب النائب الأول اللي هو الدكتور أحمد بن دغر رئيسا للمؤتمر الشعبي العام. كيف تقيم وتنظر إلى هذه الخطوة؟ من الطبيعي المؤتمر حزب كبير جدا وحزب حيوي وحزب له قواعده وله جماهيره، من الصعب أن هذا الحزب يحل نفسه، ومن الصعب والأصعب من ذلك أن يسلم قيادته لرجل تحول من رئيس حزب إلى رئيس عصابة وزعيم ميليشياوي. وبالتالي المؤتمر لأنه ملتزم بأدبياته بمنهجه بلائحته الداخلية بنظامه الداخلي أقر رئيسي على هذا الرجل الذي لا يمكن أن يسمح له بعسكرة المؤتمر أو ملشنة المؤتمر. وتم مقترح هناك بأن الدكتور أحمد بن دابر وهو رجل مشهود له في السياسة بأن يتولى إدارة المؤتمر الشعبي الآمل إلى أن يتم عقد مؤتمر عام، وأظنه قريبا هو ينتظر الدعم فقط حتى يتم عقد اجتماع للجنة الدائمة في محافظة عدن أو حتى في السعودية من أجل بحث عن قيادة جديدة، لأن القيادة التاريخية أو القيادة السابقة برأس علي عبد الله صالح قيادة أولا تحولت إلى سلوك ميليشياوي. الشيء الثاني، هذا ليس زواج كاثوليكي من الخطأ أن الحزب المؤتمر الشعبي الآن يطالب وينادي بالديمقراطية فيما رئيسه لا زال يجسم على أنفاسه منذ 30 سنة. من حق هذا الحزب أن يبحث له خيارات جديدة وخيارات أخرى مثل وثيقة الأحزاب العريقة في العالم. كيف تنظر إلى غياب مجموعة من القيادات أو حتى عدم وضوح موقفها خصوصا الموجودين في القاهرة؟ مثل من في القاهرة؟ مثل البركاني مثلا. والله هي مسألة هذه الحرب جاءت كفلتر صفت الميزة الغث من السمين والخبيث من الطيب.
واعتقد ان غالبيه المؤتمر الشعبي العام لا تزال تلتف حول هذه القيادات التي نادت بان علي عبد الله صالح يحل الرقابه التاديبيه وان يتم حالته الى وربما تكون هذه خطوه استباقيه لاحالته لاحقا الى محكمه جنايات دوليه او حتى الى القضاء اليمني او على الرجل ملشن الحزب وعسكره هو الشيء الاخر هو عسكر الحياه السياسيه لمن ارتكب جرائم اباده حق الشعب اليمني كما جاء في البيان الشجاع للمؤتمر الشعبي العام والذي تحدث فيه بلغه واضحه عن تعز وعن الوضع اليمني وعن مصير المؤتمر الشعبي العام وتحالفه مع ميليشيات مسلحه قاطعه من خارج القانون. المؤتمر الشعبي العام قادته انطلقوا من مسؤولياتهم التاريخيه تجاه الوطن وتجاه الحزب وتجاه قضايا المجتمع والشعب اليمني بالكامل. طيب. ومن اراد ان يعرف من الرجل الصادق من غير الصادق في المؤتمر الشعبي العام عليه فقط ان يتابع موقع المؤتمر نت وصحيفه الميثاق الذين يشتمون القيادات الصادقه في المؤتمر الشعبي العام، فان علي عبد الله صالح وصلت به الجراه الى ان يحرر المؤتمر الشعبي العام وصحيفه الميثاق غيرها الا شتم رموز تاريخيه داخل المؤتمر الشعبي العام كعبد الكريم الهرياني والدكتور شادي العليمي ومجموعه من القيادات التاريخيه المدنيه المشهوده بدات الميثاق تطاول عنهم وتحدث عنهم باسفاف وبلغه هينه. طيب كما استاذ عارف ساعود اليك، اتي للشيخ عبد الواحد الدعام فيما يتعلق ب الإشارة اللي أشار إليها الأستاذ عارف أنه ستكون هناك اجتماعات ربما لأعضاء اللجنة الدائمة خلال الأيام القادمة ربما أو متى تيسر ذلك إما في الرياض أو في غيرها من المناطق ربما حتى في الداخل اليمني في عدن. كيف هم القيادات أو أعضاء قيادة الفروع أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في الداخل؟ أنتم على تواصل معهم؟ هل حددوا موقف من هذه الإجراءات؟ ماذا عنها؟ يا أخي الشعب اليمني مش شعب مغفل، الشعب اليمني شعب واعي وعرف من عدوه بالدرجة الأولى الحوثي وبالدرجة الثانية علي عفاش علي عبد الله صالح الذي حجر المؤتمر يعني أن يكون مع الحوثي. ما فيش من المؤتمرين إنه بيوقف مع الحوثي ويقاتل أبناء شعبه. وأيضا القوات المسلحة هم مش مغفلين، القوات المسلحة هذه بدعة صحاء، هم بيسلموا أنا متأكد أنهم مسلمين في هذا الأسبوع أو الأسبوع الثاني ويعلنوا أو يقتلوهم كلهم ويعلنوا أنهم مع الشعب اليمني، كل واحد مع شعبه، كل واحد من أسرة، كل واحد من قبيلة، كل شخص يعني عارف أن الحوثي رقم واحد عدو للشعب. ثم علي عبد الله صالح الذي سخر للحوثي يعني قوات اليمن وجيش اليمن وصواريخ اليمن الذي اشتراها بفلوس، وهم لما يقول العدوان السعودي والعدوان عدوان التحالف انا اشكرهم كثيرا، هم قاموا بانقاذ اليمن وانقاذ الجزيره العربيه، انقاذ اليمن لانهم هذولا اتوا بالتمدد الفارسي الى داخل اليمن. وانا اطلب ايضا من علماء اليمن وعلماء السعوديه والجامعه العربيه انها توضع هذه المجموعه هذه المجموعة المسلحة هذا الحوثيين أنهم يكونوا يعني هذولا في قائمة الإرهاب، يضعوا في قائمة الإرهاب، هذولا هم إرهابيين وكم في بطونهم من دماء، كم قتلوا في تعز في عدن في كل مكان، ما بينهم وبين أبناء تعز، ما بينهم وبين أبناء مارب، ما يعني كانت اليمن ماشية، مدير الناحية موجود، مدير الأمن موجود، الناس كلهم موجودين، وهذولا اجوا بهجوم ايضا تعاونوا مع الجيش اليمني. والجيش اليمني هو باب الله يعني استجاب لعلي عبد الله صالح وتعاون مع الحوثي ولا ما مش مغفلين. هم ادوا اليمين انهم يحموا الوطن والثوره والجمهوريه. طيب استاذ فهد، يعني مساله التواصل مع القيادات المؤتمريه في الداخل اليمني سواء في المناطق المحررة، وهذا أعتقد أنه من السهولة بمكان، وكذلك المناطق اللي ما زالت تحت سيطرة الحوثي، ماذا عنها؟ نعم كنت سألتك أستاذ فهد، أعيد لك نعم السؤال. أعيد لك السؤال مرة أخرى، بالنسبة لقيادة المؤتمر سواء في اللجنة العامة أو كذلك قيادة الفروع، هؤلاء الموجودين في الداخل بعض منهم في محافظات محررة والبعض منهم ما زالوا في محافظات،
هذه المحافظات تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح. كيف يمكن الاستفادة من هذه القيادات لتأييد مثل هذا القرار وخصوصا في المحافظات المحررة؟ أولا أهمية هذا القرار من كونه يأتي أن صالح والحوثيين حاولوا أن يصوروا للشعب اليمني أن المعركة بينهم وبين ما يسمونه الإخوان المسلمين أو حزب الإصلاح. والحقيقة أننا كنا وما زلنا نؤكد على أن معركة الحوثي وأذيال الحوثي وأذناب الحوثي هي مع الشعب اليمني بكل طوائفه بكل الدول الوطنية. المؤتمر كقوة وطنية فاعلة على الأرض لا بد أن يكون لها موقفا مساندا لعملية التحرير، وهذا يجب أن تطلع به القيادة الجديدة. نحن كنا إلى الأمس بدون رأس معي في متاهة، نحن اليوم نعلق أملا على الدكتور أحمد عبيد بن دور وعلى القيادة أن يعدوا بشكل عاجل خطة من خلالها نتمكن من استنهاض غنم المؤتمريين والمؤتمر الشعبي العام واستعادة القيادات المؤتمرية في قراعنا في مواجهة الحوثي. يجب استعادة كل هؤلاء، ويجب أيضا توظيف كل الطاقات الموجودة للترحيب بالجيش الوطني للتعاون مع المقاومة لفتح الطريق أمام القوات الحكومية التي ستأتي لإعادة الشرعية. والشرعية عندما نقول الشرعية هي شرعية الدولة اليمنية. يحاول علي عبد الله صالح أن يستغل بعض الأشياء، ولديه خطاب ذكي جدا لإثارة الشحناء، ولديه خطاب أيضا في الاصطياد في الماء العكر واللعبة الأوتار التي يتأثر بها اليمنيين. المسألة ليست مسألة هذه، وعلى أخواننا وزملائنا سواء في المؤتمر الشعبي العام أو في غيره أن يعني يعلموا أننا نناضل من أجل استعادة الدولة اليمنية، الدولة اليمنية التي يمثلها جند المرور وجند الأمن العام وجند الشرطة العسكرية، الدولة هي التي يمثلها عامل النظافة ويمثلها الدولة التي حاول الحوثيون أن يبتلعوها وقد ابتلعوا أكثرها. واليوم حتى علي عبد الله صالح بالأمس اعترف يا أخي العزيز أن أكثر الجيش موجودين في المنازل، لذلك علينا أن نعد خطة لاستعادة كل هؤلاء لتحرير كل من لا زال فيه أمل أن ينطلق وأن ينهض من أجل استعادة البلد من أيدي هذه العصابة التدميرية. اليوم المؤتمر الشعبي العام يخطو خطوات صحيحة تحت القيادة المكلفة، لا عليها مسؤولية صحيحة أنها مسؤولية صعبة، ولكن عليها أيضا أن تنشط التواصل على إخواننا في القيادة التي في الداخل أن يعلموا أننا ما اتخذنا مثل هذا القرار إلا من أجلهم، لأننا نعلم ما هي الضغوط التي تمارس عليهم من قبل الحوثيين. اليوم هناك نتيجة، الحوثي استنفد كل طاقاته كل أوراقه وبدأ بتوزيع وثيقة إذا سمعتم عنها اسمها الوثيقة الجبلية. اليوم يلجأ إلى ورقة الجبيلة ويحاول أن يضغط على الناس، إما أن تطلعوا معنا على هذه الوثيقة وإلا فأنتم دواعش. ما هذا الذي يجري في البلد؟ إذن على الناس بمعنى أن يتحرقوا بالتخلص من هذا الكاتب. إذن هذه الخطوة كانت مهمة لفك ارتباط المؤتمر الشعبي العام اللي يحاول الحوثي أقصد علي عبد الله صالح أن يجرجروا بميليشيا مسلحة مثل جماعة الحوثي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فهد طالب الشرفي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. نحن بهذا القرار نستطيع أن نقول أن الحزب حزب المؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي شيخ عبد الواحد أصبح يعني منفصل عن جماعة الحوثي؟ وهل في يمني متحزب سواء يكون إصلاحي أو مؤتمري أو من أي حزب كان وجود الحوثي؟ الحوثي هو أراد أن يسيطر على اليمن بأكمله، فإحنا جميعا سواء المؤتمرين أو الإصلاح ننسى الحزبية بكاملها ونقاتل عدو والله الحوثي، نقلع الجرثومة هذه من اليمن حتى نسيطر على بلادنا ونطرد عملاء إيران من داخل بلادنا، وبعدين من تحزب لا تحزب. طيب اسمح لي هنا أعود إلى الصحفي والمحلل السياسي عارف أبو حاتم. عذرا أستاذ عارف، كنت ظننت أنه انقطع بنا الاتصال معك، لكن في إطار الآن التحرك الذي يعني تم قبل يومين أو يوم أمس، هل نستطيع أن نقول أن القرار السياسي للمؤتمر الشعبي العام أصبح خارج يد علي عبد الله صالح خصوصا في أي تسوية قادمة؟ ليس بهذه الحدية أن القرار اتخذ يد خارج علي عبد الله صالح، لا يزال هو الفاعل الرئيسي والكبير في المؤتمر الشعبي العام، لكن التحركات السابقة من رجال المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي المكتب السياسي واللجنة الدائمة وهي اللجنة المركزية وهي صاحبة القرار الفعلي في المؤتمر الشعبي العام، أعتقد هناك تحركات جادة لإخراج هذا الرجل
ولا أظن أن هناك قيادات وطنية شريفة سوف تسمح باستمرار هذا الرجل أن يغير الحزب ويحول مقراته من مقرات حزبية إلى سكنات ومخابئ للميليشيات، وأن يحول رجاله من حزبيين إلى قادة عسكريين، وأن يحول القيمة التاريخية للحزب إلى قيمة شائهة محروقة في لدى قواعده وجماهيره. لا أظن أحد من أبناء المتماسك بالعام سوف يشكر على الاستمرارية بهذا النهج، وهذا ما أنطلقت منه قيادة الكبيرة في المؤتمر في القاهرة وفي الرياض، لأن عليهم الحفاظ على المؤتمر الشعبي العام. وعلي عبد الله صالح أعتقد أنه أن بقاءه أو تأثيره في المؤتمر الشعبي العام في هذه اللحظة هو تأثير محدود وإن كان كبيرا، لكنه في المستقبل القريب سيكون تأثير منعدم ولن يكون له أي تواجد أو أي حضور، لأن لا يمكن للشرفاء من أبناء المؤتمر الشعبي العام أن يسمحوا بتحويل حزبهم من حزب حكم البلاد منفردا 30 سنة وقدم تجربة سياسية رائدة إلى مجاميع مسلحة ميليشيا يتحكم بها الجماعة الحوثية ويتحكم بها علي عبد الله صالح في حساباته مع الآخرين. هناك توجه كاز من أعضاء المؤتمر لإنقاذ حزبهم، وأعتقد أن القريب العاجل سوف يطوي صفحة علي عبد الله صالح في المؤتمر كما طويت من السياسة والرئاسة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي عارف أبو حاتم، شكرا جزيلا لك. أعود إليك شيخ عبد الواحد. علي عبد الله صالح في خطاب اتهم الذين خرجوا بالخيانة وقال أنهم هم الذين يعطون التحالف إحداثيات تواجده في صنعاء. علي عبد الله صالح هو فعلا هو رضي بتدمير بيوت أنصارهم سابقا، رضي للحوثي وسهل للحوثي الطريق وسخر له القوات المسلحة وسخر له الأسلحة والذخائر وغيرها ضد أنصاره من المؤتمر. أنا أول واحد كنت صديقه وفي المؤتمر ويسخر له الحوثي، وبعدين يأتينا القوات المسلحة تحاربني أنا شخصيا. لماذا؟ ما عملنا شيء، ودمرت بيوتنا وقتلت أصحابنا وجرحوا من إخواننا، وإحنا كلنا مؤتمرين، ولا يعني فعلا إحنا في منطقة الرضمة كنا يا رجال نقاتل الحوثي، مؤتمري إصلاحي سلفي إيش ما كان، ننسى الحزبية. والآن إحنا على هذا النهج، إحنا ناسين الحزبية، نقاتل من أجل ديننا ومن أجل وطننا ومن أجل استقرارنا ومن أجل كرامتنا ومن أجل عزتنا. وهذا وعلي عبد الله صالح هو كما يقول أنصار الله، إحنا نسميهم أنصار الشيطان، ما همش أنصار الله. أنصار الله فين؟ لو هم أنصار الله ما يعملوا الأعمال التي عملوها، تدمير البيوت منازل الناس، تدمير الجوامع، تدمير دور القرآن، تدمير المدارس، تدمير كل شيء، ما عملوا فيهم الأطفال حق أطفال تعز أنهم يعملوا بهم بهذا. ولكن أنا أشكر أبناء تعز، هم تعز العز، يجب أن يقاتلوا، وكلنا بجانبهم، وكلنا بجانب أبناء مارب، وكلنا بجانب أبناء خولان. وأما أهل صنعاء أنا متأكد إن الخلايا النائمة ستقوم، كلها المؤتمرية تقوم تقاتل علي عبد الله صالح. هناك خلايا نائمة مؤتمرية؟ الله المستعان، كلهم المؤتمريين كلهم جاهزين بسلاحهم يقاتلوا الحوثي أينما كانوا. أما أي مؤتمري أو إصلاحي أو ما نسميهم أي المرتزقة الذي بيكون مع الحوثي، أي إنسان مرتزق هو هذاك الذي بيكون مع الحوثي. بالله عليك شي يمني أنه يرضى بالتمدد الفارسي أو الاستعمار الفارسي يدخل بلاده إلى اليمن، أو تكون اليمن تحت ولاية الفقيه؟ سأعود وأستكمل حواري معك شيخ عبد الواحد الدعام الشلالي. الشلالي الدعام. مشاهدين الكرام سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، بقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نناقش من خلالها القرار الذي اتخذته قيادات رفيعة في المؤتمر الشعبي العام بحالة بقالة صالح من قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام وحالته إلى المحاسبة. وهنا أجدد الترحيب بالشيخ المناضل عبد الواحد الشلالي الدعام. أهلا بشيخ عبد الواحد. في إطار خطاباته المتلفزة، هناك خطاب لعلي صالح اليوم يوجه من خلاله كلمة لأنصاره وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف، يبدو أنها رد على اجتماع المؤتمر الشعبي العام في الرياض واتخاذ هذا القرار. علي عبد الله صالح قد تحت يعني في النفق الذي حفره وكذب أنهم جو يقاتلوا، ما عادوش ظاهر على يعني ما لش نستطيع أن نقول أنه ما فيش أعضاء في المؤتمر ما زال يؤيد علي صالح حتى الآن؟ ما يؤيد إلا نصاب وكذاب وما هوش يمني، ما يؤيد علي عبد الله صالح بهذه المرة ويؤيد الحوثي إلا غير يمني. وإذا كان هناك مثلا أناس مغلوبين على أمرهم مستعدين أنهم يتعاملوا، إذا كان هناك مرتزقة فالمرتزقة سيحاسبوا إن شاء الله وسيعدموا وسيقتلوا، والمغلوب على أمره، وأيضا إحنا والمغلوب. المغلوب إيش مغلوب؟ يرفض، يعني مش قادر يتحرك مثلا في صنعاء، سيأتوا إليك يعني هو جالس داخل اليمن مش خارج اليمن، يرفض مثلاً. ويقول أنا يدخل داخل بيته ويرجع، قد دمروا بيوت الناس، قد دمروا صنعاء، قد دمروا الاقتصاد اليمني، قد رجعوا اليمن بما قامت به الثورة اليمنية، ثورة 26 سبتمبر ومبادئها الذي هو بناء جيش وطني وقوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها رجعوا يحرزوا الحوثي، وعلي عبد الله صالح يسخر لهم الصواريخ الاسكوت وغيرها يضربوا جيراننا ما اعتدوش علينا، احنا الذي طلبناهم وهم الذي شعروا بالخطر الحوثي وخطر الفارسي، وما علي عبد الله صالح وبس ما كانش متصور انه يوصل لهذا الدرجة انه بيدمر بيته مثل ما دمر بيتي ويقتل ولدي مثل ما بيقتل ولدي، ولعاد أنا جالس الآن بحرية كاملة وما هو جالس في جرف أو لا في خندق. أنا سمعت أنه جلس في بني مطر متخفي عند واحد ما عند محمد سوار 5 أيام. طيب شيخ عبد الواحد، هو يقول ألا أن الذين خرجوا من المؤتمر الشعبي العام حتى الآن سواء في 2011 أو حتى اللي خرجوا الآن هم ناصريين دخلوا وسط المؤتمر، إخوان مسلمين تدثروا بدثار المؤتمر، أصحاب مصالح، وصف البعض منهم بأنهم كانوا تحت أقدامه. أخي علي عبد الله صالح خرج من يمنيته، وإحنا نطالب بمحاكمته محاكمة عادلة، أو يعني لأنها جرائم حرب الذي وقعت في اليمن مش بسيطة، وقعت في عدن، في تعز، في الرضمة، في إب، في كل مكان، ما حد بيترك ثاره، احنا اهل ثار، وما هوش الحوثي غريمنا واحده، غريمنا علي عبد الله صالح بالدرجه الاولى، هو ذي سخر القوات المسلحه، ولو كان هو يريد انقاذ نفسه الان كي يحارب الحوثي؟ يحارب الحوثي ويقول تفضلوا. هل يستطيع يحارب الحوثي؟ سخر يحيى الشامي الذي هيكل الجيش، وسخر ولد يحيى الشامي رئيس الاركان، وسخر عصام العماد اللي يكون آيات الله، عصام العماد آيات الله من قوم أجاء. إحنا نشكر المملكة العربية السعودية وقوة التحالف التي أنقذت اليمن، أنقذوا اليمن ورحم الله شهداءهم وشهداء اليمن وشهداء المملكة العربية السعودية، ونشكر صقر الجزيرة الملك سلمان حفظه الله، هو أنقذنا وأنقذ الجزيرة العربية بكاملها وأنقذ المقدسات، يعني من طمع الفرس الذي هم الشيعة الاثناعشرية هذولا الخباث ما بيدخلوش في اليمن أبدا. في إطار المؤتمر الشعبي العام الذي هو أيضا موضوع حديثنا، هناك تواصل مثلا أنت أحد القيادات المؤتمرية في محافظة إب، أجيب محافظة إب وما تواصل بينك وبين قيادة المؤتمرية في الذي قاتل حمود نعمان البرح هو مؤتمري، قاتل الحوثي الذي قاتل الوائلي هو مؤتمري، كل المؤتمرين مجهزين للقتال، لا يقاتلوا سواء القوات الأعوان صالح أو يقاتلوا الحوثي بالدرجة الأولى. بالنسبة لرؤساء فروع المؤتمر في إيه، كلهم مقاتلين إلا العميل واحد رئيس فرع المؤتمر هرب، قد دمر بيته وهرب صنعاء بانظارته إن شاء الله،
وهو معروف وهو قد بيتوصى إلى الناس ويقول أنا غلطت وكذا وكذا، هو فعلا يعني عارفين أنه كل واحد أنه أجرم في حق الشعب وفي حق الوطن وفي حق الإسلام وفي حق التاريخ اليمني. طيب الرئيس عبد الرب منصور هادي أين هو في المؤتمر الشعبي الآن؟ والله عبد الرب منصور هو الرئيس الشرعي بلا شك، بلا لكنه شك لكنه كان النائب الأول للرئيس. أيوة هو الرئيس الشرعي لليمن، انتخابنا وانتخاب علي عبد الله صالح، وسيبقى الرئيس الشرعي حتى يعني ترجع اليمن عادتها ونرجع ننتخب يعني انتخاب سواء، ومن كان له الكفاءة قاد اليمن بقيادة ديمقراطية عادلة كما قال، يعني بناء مجتمع ديمقراطي عادل مستمد أنظمته وقوانينه من روح الإسلام الحنيف. هذا الهدف الثالث من أهداف ثورة 26 سبتمبر، وإحنا في هذه الحالة هم يعني متمسكين أنه هو الرئيس الشرعي، وما علي عبد الله صالح هو ما كانش متفكر أنه بيصل لهذه الدرجة بيدخل الحفرة الذي لكن حفرها. عبد الرب منصور هادي الرئيس رئيس الجمهورية، يعني هل ما زالت لديه صفة مثلا نائب الأول نائب ثاني رئيس الحزب، أي علاقة بالمؤتمر أم لا؟ لا هو لا العلاقة في المؤتمر، كيف هو الرئيس، أي رئيس جمهورية هو يكون رئيس المؤتمر إذا كان يعني انتخبنا، أو لا نائب إذا كلف نائب أن يكون نائب الرئيس، النائب رئيس الفرع، رئيس فرع المؤتمر. علي عبد الله صالح انتهى من المؤتمر، انتهى من ان يكون يمني. هو علي عبد الله صالح باع اليمن، قلنا لكم باع اليمن للفرس، باع اليمن للحوثي، باع القوات المسلحه، باع كل ما حدث في داخل اليمن، هو غريما علي عبد الله صالح. من هو غريمنا؟ بن دغر يقول انه المخلوع ظل الطريق وعلينا ان نعيده لطريق الصواب، كيف؟ والله ما هذا تصريح الآن بعد أن تم عزله. هل أنا ما أظن، أنا ما أظن أنه يعيد للطريق الصواب. هذا إنسان قد قوي وجرم في حق الشعب، إذا كان بن دغر راضي أن يعيد علي عبد الله صالح إلى طريق الصواب، باقي الشعب رافض كله. بنطالب كلنا بما حدث في بيوتنا ومن أولادنا، ونطالب في دمائنا ودماء كل مقتول هو محسوب على علي عبد الله صالح. الحوثي مش غريمنا، غريمنا كان الحوثي في جرف مران متخبي، وهو خرج علي عبد الله صالح ينتقم من خصومه وانتقم من الشعب اليمني بكامله. ما فيش مجال مثلا الى انه تسود يعني التسويات السياسيه وتخرج اليمن بحلول سياسيه، ام ان الاتجاه العسكري من وجهه نظرك؟ انا عندي لك فكره، انا عندي فكره انهم يبزوا علي عبد الله صالح والحوثي، ولو قد احنا بنقول يقتلوهم هذا ما عاد الله يجب إعدامهم، يبزوهم وأي بلد خارج اليمن ويسلموا صنعاء بسلام وأمان، ويسلموا اليمن ويعود عبد الرب منصور ورئيس الوزراء والحكومة، وتعود ومجلس النواب وتعود السلف في اليمن، ومن أجرم في حق اليمن يتحاكم، ومن أجرم ومن قتل يقتل، ومن نهب ينهب، ومن دمر يدمر بيته. هذا هو الذي بتكون سلامة اليمن، أما أن إحنا نبقى مكتوفين الأيدي ما يمكنش أبدا. أنا شخصيا لو ألقى أي الحوثي هذا لا أشرب من دمه، الحوثي أو علي عبد الله صالح أو أبو علي الحاكم أو محمد يحيغولي، هذولا الذي هجموا على الرمة. طيب البعض إذا سمع مثل هذا الكلام يظن أنها ربما ثارات شخصية. ما بيننا من ثارات شخصية، ما في ثارات أنه هجم عليك وعجم عليك وبالتالي أنت تنتقم لنفسك. الآن كل واحد بينتقم، كل واحد بيدور دمه، كل واحد. إحنا ما هوش إحنا بس، الشعب اليمني بكامله. لو كل واحد طيب بتحرك من أجل أن يأخذ ثأرة بنفسه، بالتالي اليمن ذاهب إلى أين؟ إلى حرب أهلية وثأرة؟ لا 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 لا، اليمن بيكون جدا واحدة ضد المجرمين. المجرم بالدرجة الأولى الحوثي المجرم، والمجرم بالدرجة الثانية علي عبد الله صالح الذي سخر له القوات المسلحة وسخر له كل ما تملكه البلد. هل يمكن لأحمد علي عبد الله صالح من وجهة نظرك أنه يكون له دور في المؤتمر الشعبي العام؟ والله دوره إذا كان دوره من الآن وخرج اليمن بسلام فهذا شيء ثاني. أيوة إذا كان يقول لصنعاء الأهل صنعاء سلموا
ويا حوثي وقف هناك في صعده، ولا سافر اخرج لك من اليمن، ورجع يقاتل الحوثي مثل ما كان يقاتل زمان، مثل ما معركه بني حشيش الذي ضرب هذا لك الحوثيين، هذاك للناس نظر في ذلك. هل تظن انه قادر يعمل مثل هذه الاعمال؟ ام انه القرار بيد والده وانتهى الامر؟ ماشي القرار ما عادش بيد والده. القرار الان هو بيد الحوثي، فقد قال علي عبد الله صالح القرار بيد انصار الله، بيسميهم انصار الله. انا من سمعت يقول انصار الله هذا يقول انصار الشيطان، ما همش انصار الله هذولا. يقول الحوثيين انصار الله، انا زيدت عليهم، زدت عليهم في الحرب سنتين. لم يهزمونا الا يوم دخل الحرس الجمهوري والذي ارسلهم علي عبد الله صالح. اعود الى موضوع احمد، لانه ايضا ربما لم تكتمل الفكره، يعني اذا ممكن احمد يلعب دور قادم خلال المرحله القادمه وايجابي نحو اليمن، ممكن التعامل معه باسم المؤتمر الشعبي العام. والله يتعامل معه باسم الشعب كامل، اذا هو بايسلم قد ما عاد يسلموش الشعب. يعني من شهداء عزل من يروحوا؟ شهداء عدن من دي ضحى فيهم؟ شهداء الرضمة من قتلهم؟ شهداء دمت؟ شهداء مارب؟ شهداء البلاد كلها؟ من تعاون مع الحوثي هو بيعتبر مرتكب جريمة، مرتكب جريمة عظمى. هناك بعض القيادات التي وقفت مع علي عبد الله صالح من 2011 إلى حتى أثناء الضرب وما بعد الضرب وما بعد الاشتباكات، سواء في تعز أو في مارب، حتى أثناء تحرك ميليشيا الحوثي وصالح تحركها وسيطرتها على بعض الأماكن، كان بعض القيادات الموجودة اليوم في المؤتمر الشعبي العام مؤيدة لمثل هذه الأعمال. كيف تعلم؟ مش مؤيدة، حتى الإخوان الإصلاح هم ارتكبوا خطأ. أنا أقولها أنا ولو إحنا في لا من حقك سمعت، لأنه ترحيبهم إلى الساحة في عام 2011 وحيابهم حيابهم النغمة هذا الذي ما سمعناها في اليمن، هذا ارتكبوا جريمة في حق دخول وأيضا بلا أحمر وغيرهم، ومن رحب في الحوثي ارتكب جريمة في حق الشعب اليمني. وعلي صالح أيضا ومحمد ناصر الحسني، لا تنسى أن ذي دخل الحوثي وزير الدفاع لداخل صنعاء. أيوة، وأيضا من رحب في الحوثي هو ارتكب جريمة في حق الشعب اليمني بكامله. طيب من أراد أن يغير موقفه الآن أو يراجع حسابه، ما زال الباب مفتوح؟ والله أنا أعتقد أنه قد قوات التحالف والأبطال، أبطال الشعب اليمني على أبواب صنعاء، إذا أرادوا أن يسلموا صنعاء فهم بيعلنوا، يقوموا أنا يدي لهم الفكرة، يعلنوا النصر، يهشلوا، عندنا عادات الهشالات من الجبال، ولا يضربوا صواريخ، وصواريخ من هذا حق الطليعات وغيرها، أنهم مؤيدين الشرعية. كل فرد يقول أنا مؤيد الشرعية هذا كساع، بينقذوا الشعب اليمني وينقذوا أنفسهم. سيعرضون أنفسهم للخطر لأنهم موجودين في مكان تسيطر عليه ميليشيات الحوثي وصالح، ربما يأتون إليهم للبيوت. فميليشيات الحوثي بتعلم بهذا، إذا هم معاهم فهم ذي مرسلينهم وهم جنودهم، هم معروفين بالاسم ميليشيات الحوثي، سواء من حاشد، سواء من صعدة، سواء من أي مكان، الذي يسموا أنفسهم أبو فلان أبو فلان أبو فلان، الأسماء الكونية هذا إحنا عارفينهم بالاسم، عارفين بيوتهم، كل واحد بيجي له الدور لا بيت. أنا كان عندي 13 شخص منهم على رأسهم الضحياني، لو أنا عارف إن أنا بقيتهم، لو بقيتهم ما يهجموا علي. البعض طبعا الكل يعلم حركات علي عبد الله صالح وقدرته على اختراق سواء أحزاب أو جماعات، تعتقد أنه ممكن يعيد اختراق المؤتمر الشعبي العام عن طريق الدفع ببعض أنصاره يعلنون الولاء بالظاهر وبالخفاء لعلي عبد الله صالح؟ لا 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 لا، كل واحد من الشعب اليمني عرف، كل واحد لا تفكر أنه عرف أنه أي يمني سواء في الداخل سواء في الخارج أنه بيقاتل من أجل دينه ومن أجل كرامته ومن أجل تاريخه ومن أجل الجمهورية اليمنية ومن أجل ثوار ومن أجل ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، دماء شهداء هذه الثورة هي على عاتقنا جميعا، يعني وعلى عاتق كل فرد من يعني لا يستطيع علي عبد الله صالح أن يعمل مثل هذه الألاعيب الآن؟
لم تعد لديه القدرة مثلا أن يعمل اختراقات هنا أو هناك؟ إذا يريد أن ينقذ نفسه، إذا يريد أن ينقذ نفسه كيه يقوم يطرد الحوثيين من داخل صنعاء ويوجه لهم الصواريخ الأسقوط، ولا أي لو وجهها لجرف مرة الصواريخ الأسقوط بدل ما يوجهها لجيرانه. يستطيع أن ينقذ نفسه إذا عمل مثل هذه الأعمال مثلا شيخ؟ والله أنا ما أفهمش. إذا عاد شيء بيد الشيء فهو معناته إنقاذ لنفسه. الناس بعدين ما يقولوا قام بعمل تمام، أنقذ صنعاء، أنقذ المدينة، أنقذ اليمن، أنقذ لكن ماشي هو قدو يعني مقصد الحوثيين قدو مسيطرين عليه تقريبا. لأننا سمعت أنه صدم عندما خرج إحدى الحراسة حقه صدم البرميل الذي مكتوب فيها الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وقام حكم الحوثيين بخمس بنادق. طيب في زمان يوم كان علي عبد الله صالح صدم واحد من بلادنا برتبة رائد كان في المرور وما جرى أي شيء يعني، وبعث مظاهرة بسيطة طيب ختاما بعد تحرير قرار المؤتمر الشعبي العام من يد صالح وتأسيس الآن قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام، مستقبل المؤتمر الشعبي العام من وجهة نظرك في الأيام القادمة ما الذي يمكن أن يصنع أيضا لتحرير اليمن؟ يا أخي ليس هناك مستقبل لا للإخوان المسلمين الإصلاح ولا للمؤتمر ولا للإشتراكين في بقاء الحوثي في اليمن. أولا نقضي على الحوثي قضاء كاملا ونلحق إلى جرف مران، وكما قال رئيس الجمهورية أن نوضع العلم في مران هذا كالساع، وعلي عبد الله صالح ينفى أو يقتل أو يباد هذا أو يحاكم يحال المحكمات الدولية، لأنه هذه جرائم حرب في الشعب اليمني مش بسيط. يعني هذا كالساع إحنا نعرف على أنفسنا ونقول هؤلاء مجرمين ارتكبوا جرائم كبيرة في حق الشعب اليمني. وأما الإخوان في التحالف والمملكة نشكرها كثيرا على ما قاموا به وانقذوا الشعب اليمني وانقذوا الإسلام، انقذوا إسلامنا في اليمن، ولا نكون من ولاية الفقيه يعني بكرة بعد ما فيش عندنا مهدي منتظر ولا عندنا سرداب في اليمن. أشكرك جزيل الشكر الشيخ المناضل عبد الواحد الشلالي الدعام عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقائد المقاومة الشعبية للمناطق الوسطى، شكرا جزيلا لك شيخ. شكرا شعبتنا. شكرا لمشاهدينا الكرام الذين تابعونا من خلال هذه الحلقة ومن خلال شاشة قناة سهيل الفضائية، استودعكم الله.